حقيقة كنت أتمنى أن لا تأتي حتى تحدث، لأني لا أريد من المفردات في اللغة العربية ما يعبر عن سعادتي وسعادة إخواني وأولادي والحاضرين، بتشريف فضيلة الشيخ إبراهيم الآخر. أنا أسمي إمام الحرمين ليس إمام الحرم. فالجميع تعرفون الشيخ إبراهيم وسيرته العابرة واسمه الذي ملأ الدنيا وجعل أركان الفرض أرضية يعرف كلمة الله والتحكيم في المجامع الدولية في كل أنحاء العالم. والحقيقة لا أضيع سرا إذا قلت أن فضيلة الشيخ تربطني به علاقة أكثر من 60 سنة. فضيلة الشيخ ليس صديقا بل أخا، فسعادتي باهرة ولا أريد أتحدث طويلا لأني أعيش في شعور فرحتي وسعادتي. وسعادتي أيضا زائدة بوجود إخواني وضيوفي الأكارم اللي شاركوا لهذه الفرحة. والشكر أولا لله سبحانه وتعالى أن أمد في العمر إلى أن بلغنا هذا السن وتبقينا أنا وفضيلة الشيخ ونحن إن شاء الله بصحة وعافية. فهذا أول الأفضال وأول الكرامات من رب العزة والجلال، وفرحتي بوجودكم جميعا، شرفتوني ورفعت راسي، وهذا مجلسكم ومجلس كل واحد فيكم، فأنتم مبدعون وأنا وأخواني وأولادي ضيوف عندكم. فحياكم الله مرة أخرى وأشهد بعد مكتب. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.